انا حرق اخويا فهمت، مش كانش عندي ديك الفكره ديال الحريق في راسي بزاف، كنت كندخل اليوتيوب كنقلب في الانترنت. وشدوني البوليس داوني للحبس، شدوني البوليس داوني للحبس تماك في بلغاريا. قال لي تمشي، قلت له نمشي، خصاني مع الحراقون غنمشي صايق. تقلبات بينا هذيك، تقلبات بينا هذيك على المواج، كانت باقيني يلا في المواج، كان البحر هابط شويه المواج طلعوا وتقلب بينا. جا عندي واحد الحراق قال لي تخدم معايا وكذا، بغى شافني صغير بغى يخدم بيا، يستغلك بغى يستغلني. انا قلت له صاحبي ماشي مشكل، غنوصل للنفارات وهادي وغنرجع. درت مع 2000 ديال الاورو، ولكن انا كي وصلت النفارات لحت ليخش ومشيت مع الحراق، لحت ليخش ومشيت مع الحراق. هذه كانت مشام عليا ما بيتش، كنت الزبكابار من اللور، كنت الزبكابار من اللور. بقاو كيضربوا فيه شي 6 ولا 7، بقاو كيضربوا فيه شي 6 ولا 7. بوني الكرشي هنا يا خويا، تفرقعوا لي المسار للداخل، تفرقعوا لي المسار للداخل. متابعي قناه مغارب نيوز، اهلا وسهلا بكم. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم جينا عند الاخ طريق، الاخ طريق لا تقريبا جو المغاربه عرفوه، الشاب اللي اختار طريق الهجره السريه من اجل يبدل الحياة لما هو أفضل. خونا طريق داز مجموعة من البلدان اللي من بينها تركيا، سلوفاكيا، اليونان، من أجل باش الله يوصل لواحد تقريبا الدولة اللي كانت من الحلم ديالو ألمانيا، وصل ليها قضى فيها 5 سنوات. غنشوفوا القصة مع خونا طريق، وهاد القصة تقريبا للعبرة من أجل المغاربة والشباب المغربي اللي كيحاول يختار الطريق الهجرة باش الله يبدل حياته، لان طريق دوز كما كنقولوا رحله الموت. خونا طريق مرحبا بك على قناه مغارب نيوز. بغينا توضح لجول المغاربه كيفاش قضيت هذه الرحله ديالك، كيفاش دوزتي تقريبا 5 سنوات في المانيا ورجعتي للبلاد، كيفاش اخويا طريق؟ اخويا هذه الرحله اللي دوزت رحله زوينه وخايبه، دوزت فيها الحره يعني الحاجه الزوينه وخايبه، يعني ماشي كانش في اوروبا، يعني كل لحظات كانوا خايبين فهمتي، يعني كاينين شي لحظات زوينين شي لحظات خايبين. انا اخويا كي فكرت نحرق على قبل والدي باش نمشي نهاجر، حيت والدي ما عندهمش، كنا ساكنين في كارين سكويلة، والوالدة مسكينة ما عندهاش شي اللي خدامة علينا، هي باقا دابا مسكينة لحد الآن كتقاسي دابا خدامة مسكينة. وتخيلوا معايا أنا مني مشيت لأوروبا مدة خويا ديال 9 سنين ولا 10 سنين مشيت لأوروبا، وكنت تما كيخصني بعض المرات أنا شي حاجة كنعيط ليها من الدار كيصيفطوا ليا، ودابا مني جيت عاوتاني وقع لي نفس المشكل أنا باش بقى فيه الحالة. خويا طارق باش كاع نحاولوا نحرقوا المراحل، بغينا نعرفوا طارق كيفاش اختار طريق الهجرة، كيفاش كيما قلتي كنتي عندك اصدقاء ديال السوق، كنتي كتقرا مزيان، كنتي غادي في حياه مزيانه، كيفاش شكون اللي زعما شي واحد ساعدك، شي واحد كل اللي وصل لك لتركيا، كيفاش مشيتي لتركيا، كيفاش قصدتي مجموعه من البلدان توصلتي لالمانيا؟ انا كنت باغي نحرق اخويا فهمت، كانت عندي ديك الفكره ديال الحريق في راسي بزاف، كنت كندخل اليوتيوب كنقلب في الانترنت، كانوا الدراري صحابي تما باغيين يحرقوا. مني جيت كنشوف على تركيا، كنسمع الناس كيمشيو بزاف، واحد الدري صاحبي مشى على تركيا، هي فاش قررت انا صيفط الباسبور ومشيت لتركيا جوج مرات. المره الاولى مشيت لتركيا دخلت على طريق ايديرنا لبلغاريا بر، شدوني البوليس داوني للحبس تماك في بلغاريا، دوزت في العاصمة واحد 9 شهور في الحبس ورجعوني للمغرب. رغم ذلك رجيت للمغرب انايا، دوزت في المغرب شي شهر بحال هكاك، صيفط الباسبور وعاود طلعت لتركيا. هي فاش مشيت دخلت عاود ثاني على كما كنقولوا ما استسلمتيش، واخا مشيتي لتركيا ودخلت مجموعه من البلدان وريسكيتي وعاودوا رجعوك، عاود تقدر ترجع. مشيت رغم ذلك حجيت اخويا، دوزت واحد الشهر يأست بحال دابا عاوتاني، دابا انا عاوتاني يأست، وليت كنفكر نهاجر. علاش اخويا؟ ما كايناش الخدمه، واخا كتلقى الخدمه ب 47000 ريال، يعني السالير قليل وماشي شي حاجه اللي غتبني بها الدار ولا غدير الطونوبيل ولا غتبني بها المستقبل ديالك، يعني غتبقى في بلاصتك. هادشي اللي بغيت نوصل لك، يعني بحال دابا انا يا خويا كنمشي كنخدم مارشي بعض المرات، عندي الموطور كنمشي كنهز بيه بلايص كاكا كخطاب سري. ولكن راه شتي اللي كتعاود لي دابا طارق، انت ملي جيتي للمغرب بغينا نعرفوك ملي مشي رجعتي عاوتاني لتركيا، كيفاش عاودتي كيفاش توصلتي لالمانيا، المراحل اللي تبعتي باش وصلتي لالمانيا؟ كي وصلت دوز بزاف ديال المراحل اخويا. حسن في الاول مشيت في الزودياكا، كنت غادي نمشي في الزودياكا، انا اللي كنت غادي نمشي سايك
علاش؟ عش ما عنديش الفلوس. زي عندي واحد قال لي تمشي، قلت له نمشي، خصاني مع الحراقه وني غنمشي سايق. تقلبات بين هذيك على المواج، كانت باقاني يلاه في المواج، كان البحر هابط شويه، المواج طلعوا وتقلب بينا صافي. خرجنا، خرجوا الزودية، قالوا لوحه والزرع حيدوا من الموتور، مشاو دوك المهربين هربوا وخلاونا تماك وزادوا. وانا تقريبا ضربت شي 10 سوايع باش رجعت لازمير تماك. المره الثانيه مشيت في اليخت، جا عندي واحد الحراق قال لي تخدم معايا وكذا، بغي شافني صغير، بغي يخدم بيا، بيستغلك بغي يستغلني. انا قلت له صاحبي ماشي مشكل، غنوصل للنفارات وهادي وغنرجع. درت مع 2000 دي الاورو، ولكن انا كي وصلت النفارات لحت لي خش مشيش مع الحراق كحراق، حس انا ماشي مهرب، انا خويا باغي نحرك غادي لاوروبا على قبل والديا صافي. ومشيش معاهم، داونا لواحد الكامب، مش احنا اللي مشينا، سولنا على واحد الكامب ديال اللاجئين، مشينا لعندهم. يعني الا قال شي مغربي راه مشكل، راه يحكموا عليك 18 شهر ديال الحبس، عام ونص. يعني بالعنصريه وبالحقد اللي فيهم، حتى ما درت شي والو، كيتعاملوا مع شمال افريقيا بعام ونص ديال الحبس. انايا ما قلتش ليهم مغربي، طحت ليهم ليبي بالاسم حقيقي، بكل شيء حقيقي، ولكن طحت ليهم ليبي صافي. ودوز سيمانه طلقوني مع دوك العراقيه، وعندي 3 الاولاد والسوري، والسوري اللي كانوا مشاو معايا في اليخت. وكملنا الطريق اخويا، الطريق باش كملت عاوتاني من تيسالونيك الحدود المقدونيه، ضربنا 10 ايام بعد هذيك مشيت في التران الحدود تيسالونيك، والاخر كملت 10 ايام على رجلي. قبل ضربت 4 ايام، شدوني البوليس في العاصمه في سكوبيا، كرجعوني لليونان. المره الثانيه عاود تمشيت انايا من الحدود ديال اليونان تيسالونيك، واحد المنطقه قريه سميتها ايفزونيا، توصلت سميتها الحدود ديال سيربيا صافي. وصلت لتما، حنا بعد من وصلت وقع لي مشاكل، تلاقيت مع واحد الدري صاحبي، كاينين مافيات في الطريق اخويا، لا ما عرفتيش تهضر معاهم، كي يكونوا وحدين ماشي اللي لبسوا لبسه ديال البوليس، يوقفوا عليك هما ماشي بوليس، يقول لك بوليس، يخرجوا لك مافيات بالسلاح، يبغيو كريوسيوك بزاف، كاينين بزاف، يعني اي حاجه تخيلها. طريق يعني هذه القصه اللي سردتي لي دابا من بين اهم العقبات اللي لقيتي، زعما انت درتي هذا كما كنقول مشيتي من تركيا لمجموعه من البلدان، اهم شي حاجه طرات لك وبقات راسخه في التين ديالك؟ انا بحالي انا درت عمليه اخويا، انا دابا في فرنسا درت عمليه. علاش اخويا؟ كنت مشيت لفرنسا درت فيها اللجوء تماك، طحت لهم بالاسم الحقيقي، كان لجوء انساني ماشي لجوء سياسي، كان لجوء انساني على حساب يعطوني السكن وفين نسكن باش اسمع. عنديش اخويا فين غنبقى نعيش في الزنقه انايا، ما عنديش. المهم اخويا في 2019 شهر 6 نهار 5 غادي كنت مشى مع ليا ما بيتش، كنت الزبكه بالملور، كيقول لي واحد عطى مد لي التليفون ديالك. المهم اخويا ما فهمتش، بقاو كيضربوا فيه شي 6 ولا 7. شكون هاد السوس؟ عندك شي صفي حسابات ولا ما شكرا؟ عنديش لا حسابات اخويا، ما عنديش لا حسابات لا والو، انا ما عرفتش هادوك شفار. انا هادوك شكيت فيهم براش، هادوك صحاب 16 عام اللي زايدين تماك، اللي كما يقولوا لي زيميغري ولا تماك كيدورو كليكا. قلت لهم دايز انايا، تعداو عليا ضربوني، داو لي التليفون اخويا، هادشي اللي كاين اخويا. دابا انا درت عمليه وبحال ما والله الا حشمت نقول للناس، فهمتي اخويا؟ ربي اللي عالم بيا، انا دابا كنمشي كنخدم ما نقدرش على الخدمه. علاش؟ ما مدير عمليه، العمليه راه ماشي سهله. راه ملي ضربوك الناس فين ضربوك؟ موز قلتي ضربوك فين؟ ضربوني في فرنسا في بورت لافي يا اخويا، ضربوني الكرشي هنا يا اخويا، تفرقعوا لي المسار لداخل، اما ماشي بموس. انا ملي ضربوني بقاو شدني الوجع بالرجلين، هذاك الشيء ديال الافلام اصاحبي، يعني ماشي كوكور ضربك بموس راه هانيه، يعني انت طايح الارض وبنادم كيضرب فوق راه عينك تنفخاش من هنايا، يعني انا ماشي غا كرشي. شي بحال شي واحد كان لابس شي صباط ولا شي حاجه، شي ضربه ديالو هي اللي قطعت لي المصران ولا ما عرفتش. شفروك وما حنوش وبقاو كيضربوا فيك؟ ما عرفتش علاش اخويا، واش شي واحد درت لي شي حاجه؟ انا ما يمكنش لي ندير شي واحد شي حاجه اللي غياديني بهذيك الطريقه اخويا. حس ديك النهار 2019 شهر 5 2019 شهر 6 نهار 5 مع 5:30 ديال العشيه في بورت لافي، في واحد البلايصه كاع تماك، راه كيجيو الناس كيفرقوا الماكله،
راه اللي كيعرف فرنسا راه غيعرف ديك البلاصه. انا هذا اللي كنقول فيها راه ماشي كذوب. والطبيبه راه كنعرف السميه ديالها، راه نقول سميتها، نقول سميتها الدجال ديالي. من خرج من السبيطار عطاتني ورقه باللي انا يا راه وقع لي مشكل، ملقى لي الشفاره وكذا وكذا، ولكن عاقل على واحد الحاجه، حيدت لي خاتم من صبعي، قالت لي مد لي هاد الخاتم، بغيتي الخاتم، هذاك الخاتم اللي ديت لي انا من خرجت من السبيطار، بعشوني لواحد بلايصه في واحد المدينه خارجه على 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 باري، بعيده على ميلا، سميتها ميلا ديك البلايصه، ميلا في واحد الاوتيل سميتها اوتيل قريب للكارفور، يعني لا دخلت شي اوتيل تلقى سميتها كارفور قريب لي انايا. المهم شفت راسي مليوح تماك، ما كايناش الانفيرميرا، الانفيرميرا اللي ضروري لي هي خاصها تقابلني. وش عباد الله ديري لي تشيوف كرشي، مخرجي لي قرعه وانا كيخرج لي ما عرفت شنو داكشي من تماك، ما عنديش اللي قابلني المده ديال شهرين، كيقول لي كتشب كنمشي بوحدي انايا كنتمشى، على الاقل خاصو يكون شي واحد بكروسي يراقبني في ديك اللحظه. راه كنتمشى بحال شي يعني ما قدرش نوصف راسي في ديك اللحظه، وما تعاونوش معايا. ومني جاوا رجعوني القنصلية، انا كيفاش رجعوني؟ علاش رجعوني؟ انا تضربت، خليوني تماك في اوروبا وانا يتحملوا المسؤولية ديالي. دابا انا رجعوني للبلاد، شكون اللي غيتحمل المسؤولية؟ انا باش كمان نحاولوا ننظموا المراحل اللي قلتي لينا. دابا انت في فرنسا، اخر رحلة ليك عندك هي فرنسا، مشيتي قبل من فرنسا كنتي في الالمان، دوزتي فيها 5 سنين. كيفاش دوزتي 5 سنين؟ كيف ما قلتي دوزتي فيها الحلوه المره، كيفاش دوزتي 5 سنين؟ اخويا المانيا عشت فيها، هذيك المعيشه ديال المانيا كتعيش حر وماشي حر، كيعطيوك 350 اورو وانت عايش وعايش وما عايش، يعني ديك 350 اورو كتبقى تستناها نتايا من شهر لشهر، تا كتوصل مثلا ديك الشهر عاد باش كتنفس كتقول الله راه عطاوني. الا ما مشيتيش شفرتي ولا بزنسي راه ما غادير والو. اما باش تقول تعول عليهم يخدموك، تمشي لعندهم تقول لهم انا باغي نخدم، باغي ندير الاوس بيلدونغ، انا عندي النيفو ديال القرايه، عندي البيتز فاي، عندي اينس، ما كيعاونوك ما والو. كتمشي لعندهم كتلقاهم عنصرين، كيقول لك خاصك تسنى، لا ما عندكش الاوراق. وديما اخويا انا مشيت للجوب سنتر، ما خليتش محاول ديك 5 سنين كامله، هما اللي لهاوني فيها، يعني بحال بالسياسه ديالهم كيلاهيو، كيبقاو كتمشي لعندهم كيصيفطوك هنا، يصيفطوك هنا، يقول لك تعلم اللغه، دير هنا شويه، يصيفطوك هنا، ملي كتوصل لواحد المده كيرجعوك بحال هياك، كيبغاو يدوك للحبس، كيدخلوك للحبس السونتر، حبس الاوراق. وهادشي اللي كاين اخويا. اما انايا اخرجت على راسي اخويا، فهمتي؟ ندمت مشيت لاوروبا كاع. اما انا في الاول كان عليا نبقى انا في المغرب ونكمل قرايتي، وكان حسن لي كره وصلت شي حاجه. كنقولوا لا ينفعون هذا في هذه اللحظه. طريق دابا انت شحال تقريبا من بديتي اول مره فكرتي تريسكي حتى دابا رجعتي للمغرب، شحال ضيعتي من حياتك؟ ضيعت بزاف اخويا 10 سنين انا جمعت لك الطوطال، من بديتي الرحله حتى رجعتي للمغرب 10 سنين اللي ضيعتي من حياتك. دابا انت كتقول لي طريق المغرب ما لقيتيش فيه خدمه، وتما كتقول لي تعذبتي، اذا دابا انت حير ما بين هنا وهنا بجوج ومتعذبتي فيهم. ولكن دابا حنا اللي قلتي دابا جيتي للمغرب، كون بقيتي 10 سنين في المغرب كون خدمتي، كون تقاتلتي بحال المغاربه كما كنقولوا، كان عندك سالير عادي 2500 3000 درهم، اتقى راسك بعدا خرجتي بواحد النتيجه 10 سنين قليله، تجمع فيها شي امانات، كون تجوجتي، كون عندك اولاد. ولكن دابا انت طريق حير ما بين هنا وهنا، تعذبتي هنا وهنا، واش دابا طارق ملي جيتي دابا لهنا تقدر تنسى هذيك الحياه وتبدا حياه جديده؟ واش تقدر زعما واخا بديتي من الازيرو تقدر تزيد شويه؟ نقول لك عشتي دابا 10 سنين في المغرب وخدمتي وضربتي شماره، غيكون واحد النتيجه، ماشي بحال هكا 10 سنين اخرى. واخويا حنا انا ما كرهتش نبقى انا في البلاد اخويا، ولكن راه ما كاينش الدعم. دابا مثلا بحال انا درت قناه في اليوتيوب، راه الناس لا دعمتني ولا عندي واحد المدخول، نبقى متبع مع الطبيبه ديالي، نتحمل انا المسؤوليه. دابا الوالده مسكينه غتقعد تبقى كل جوج سيمانه تخلص عليا 6000 ريال، غتبقى تشري لي الدواء، ما غتقدرش تشري لي الدواء. راه الدواء داير 5000 ريال، فين دير 5000؟ واحد دير 500، واحد دير شي 760. الوالده ديالي انا خدامه في الحمام، كاين خويا واختي، الوالده هزاهم، وانا يا راه كبرش، انا راه ماشي غيبقى وازنهم. انا دابا الخدمه كنخدم اخويا، ندير عمليه، لجيت نورمالمون دابا حاليا نمشي انا لعند طبيب، شي طبيب ديال الكرش، يقول لي عندك الفزق،
حس مرة خوك شدني الوجع، انا كنكون خدام ولا شي حاجه كشدني الوجع كنتحرك، ماشي ما كنتحركش، ولكن انا خويا ما قراتش بلادي تعاوني. علاش؟ انا هي عندي قناه دابا، كنتمنى من الناس المشاهدين اللي كتفرجوا فيه دخلوا يتابوناو عندي ويتشادوا معايا في القناه يتفاعلوا. مرحبا طريق المغاربه، غيدخلوا غيعاونوك. حنا انا مكرهش نقول لك واحد الاقتراح، طريق نقول لك واحد الاقتراح، تخلي القناه ثنائيه، فهمتي؟ كما كون مشى رئيسيه في الموضوع. دابا انت طريق ما كرهتيش واحد الدفعه خفيفه من المغاربه، تقدر دير شي بروجي، عندك شي فكره دير شي بروجي، عندك شنو ما بين الافكار اللي بغيتي تديرهم في البلاد، تكون حتى كما كنقولوا تنفع البلاد وتنفع راسك. شي بروجي عندك انت مثلا نديرو في مكراتيش، جوج المغاربه يعاونوك لا بالقليل لا بالكثير بحال ومكراتيش. اخويا انا كل كان عندي باش نديرو مشروع وغندير قهوه نقدر ندير بزاف. حاولوا كاع ما نبداو في الكثير قهوه، راك تبان الناس كدر شي بروجي اللي يكون صغير ولكن يقدر يعيشك صغير. مثلا اخويا انا كان عندي تريبورت وشريته وبعته على حساب البيرمي. دابا كل كان عندي البيرمي ما كانش عندي ديال الطوموبيل، كل كانت عندي شي هوندا دابا مزيانه بحالك، هادشي هوندا نمشي نخدم بها راه مزيانه بحالك، ماشي كنتش من تقدرش عيش بها وتقدرش عيش بها الوالدين. نقدر نعيش بها ضروري، غيعيش بها الواحد هوندا نمشي بها للمارش نضرب بها بريكولات، ضروري تهز بها منها. يكون عندك هوندا ديك الساعه ديالك حره راه تقدر تخدم بها، ولكن الا كنتي كاريها ولا شاريها بالكريدي ولا شي حاجه راك غتبقى شاريها وكتعذب في حياتك. اما الا كانت ديالك برزقك عطاك الله من عنده راك غتعيش بها وتقدر تحمل المسؤوليه ديالك. طريق 10 سنين اللي ضيعتي من حياتك، بغيت تعطيني خلاصه ديال هاد رحله الموت، كل اللي قضيتي تجي المغرب لخص عليا كيفاش العذاب في عذاب، ولا شنو واش بغيت توجه لجوج المغاربه الشباب اللي دابا اغلبيه ديال الشباب حنايا كلشي باغي يهاجر، كلشي باغي يدير الهجره السريه، شنو هو الطريق؟ اخويا الهجره السريه دابا حاليا الدنيا تقلبات، ما بقاش الوقت كما كانت. هذيك اوروبا اللي كانت شحال هادي ما بقاش كما كانت. دابا راه وقعت الحروبات بزاف ديال الدول، بزاف ديال الدول هاجروا لاوروبا، راه ماشي غا شمال افريقيا. يعني هذاك الشيء اللي كانوا غيعطيو اللي غيمشيو لي دابا الناس ديال دابا غياخذوا، راه خادو شي وحدين قبلهم، يعني غيمشيو ما كاين والو، غيمشي الناس كتنعس في الزنقه، بانيه قياطن في الزنقه كتنعس، ما كاينش اللي غيحنفك، ما كاينش اللي غيعقل عليك. راه الناس راه كتنعس في الزنقه في اوروبا، في باري وسط باري الناس كتنعس في الزنقه، اقسم بالله. في بلجيكا في كارديميدي الناس استعمرات اللي مدك كارديميدي، الناس الافارقه استعمروا لهم ديك المحطه كينعسوا فيها. اللي كيعرف ديك ستاسيونات راه يعرف بلي هاد المعلومات راه صحيحه. دابا الغربه الا جيتي تشوف راه فين مني كتمشي كتبدا تبزناز وكتبدا دير داك الشيء ديال الحرام تماك فين كتعطاك. اما ملي كتمشي كتبقى مدومه كتبقى تسنى شي واحد يعاونك ما كتعطاكش. كاين كاع ما قلت لك انا تسنى بناني معاونك، كاين الناس اللي كتمشي تخدم في الحلال الطيب. وراه في الحلال الطيب ما كاينش في اوروبا، ما كاينش، متاكد من هذا؟ ما كاينش حتى مهاجر سري، ما كاينش الحلال الطيب. مادام انت حراك اخويا انا عايش بعدا زعما جامي شي واحد حن فيا ولا خدمني بالحلال، اقسم بالله العلي العظيم. ديك الغربه ديالي كامله اللي دوز زعما شي واحد يخدمني في النوار، ولا ما تلاقيش مع شي واحد يخدمني في النوار. انت ما تلاقيش؟ اما كاينين حنا بعض الناس اللي كنعرفوهم ماشيين خدامين بالحال. يقدر يكون هو يقدر مثلا لواحد يكون يصيفط لوالدي، ولكن ما غايقولش لي راه خدام بالحلال، يقدر يقول له راه خدام بالحلال وهو ما خدامش بالحلال، فهمني؟ كاين اللي غيوصل لوالدي، بحال مثلا انا الا كنت بعض المرات نصيفط لدارنا الفلوس، واخا تكون فلوس حرام انا ما غنقولش لدارنا راه، ولكن كتكون نتيجه من واحد السنوات كيرجع هو وليده. اما طريق الحرام ما كتكونش عندها مخرج كما كون، ما كتكونش عندها نتيجه، مخرج ما كاينش. انا خويا نجيك الصراحه خويا، انا مشيت لاوروبا بقيت عايش بحال البالي تما، كنتسنى في شي واحد زعما يعاونني ولا نتلاقى مع شي واحد يسولني جاي دير هنايا اش كدير هنا. والو اخويا بنادم اللي كيمشي تماك كيخربقها كيبان لك لابس كيدير. اما خويا الا مشيتي بالنيه ديال باغي تخدم وتقلب على الحلال ما كاينش اللي غيعاونك اخويا، غتبقى في بلاصتك كتبقى تدور على الجمعيات تقلب على الماكله وتقلب على الحوايج ما تلبس صافي و
وهذا هو الواقع اللي كاين اخويا، اما شي حاجه اخرى راه ما كايناش. شكرا لك طارق. طارق شنو هي الرساله باش توجه للجيل المغاربي عبر قناه جريده المغرب؟ انا كنقول لخوتي المغاربه يتفاعلوا معايا ويدخلوا عندي القناه اليوتيوب كتفا طارق نشيط، وكنتمنى من كاع الشباب اللي كيفكروا في الهجره والله ما يهاجروا، يبقاو في بلادهم يقراو ويخدموا احسن ليهم، حس غير وصلوا لتماك غادي يشوفوا واحد الواقع غادي ما يقبلوا، غتصدموا الى رجعتوا للمغرب تقدروا تمرضوا نفسانيا. هم فهم اللهم بنادم يبقى في بلاده ويقرا ويخدم ويحاول يدير شي حاجه في بلاد.